يواجه فريق النجم الساحلي فريق الملعب التونسي في الجولة الثالثة من مرحلة التتويج لكي تشاهد المباراة معلي علي فضل لطاط بزر الله والاشتراك وشكرا لكم مسبقا ملعب رديس سوف يستقبل المباراة ملعب الهودي نوفير بلوباردو في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت تونس والساعة الثالثة بتوقيت القاهرة والساعة الرابعة بتوقيت السعودية وقطر والإمارات وسوف تلقى المباراة على قناة الكاس اتش دي اثنين والوطنية اثنين نتمنى لكم فرجة ممتعة لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الخاصية تردسها لكل لكي توصل دائما بمواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبرة ونهضر بكم مواعيد في موعد قادم